وسمعنا بالأخبار إنه الجيش ده يحاصر من جهة حندرات، قلنا بده يصير قنص وده يبلش علينا بالمربحيات. ما بقى نحسن نزرع، ما بقى نحسن يعني ناكل، يصير علينا حصار ميكين. بس هلا نحن بلشنا بالزراعة مشان ناكل منه ومشان نستفيد منه، وأنه عائلتنا كتير فقيرة مشان أساعدهم كمان. أول ما بلشت أزرع، زرعت هديك الصيف زرعت خيار وبندورة وقطة وخلص مصمم. زرعت فليفلة هلا، وزرعت فول، زرعت بطاطا ونعناع. طب ليش عم تزرع؟ مشان الحصار. يومين ما فيك ثلاث شيء يومين.